الراجل عمره ما طلبنا منه لعيب اتاخر على الغرب. الحاجه الاخيره ما يخص موضوع يعني محمود علاء وموضوع انس اسامه، وقع هنا او وقع هنا وبعد كده راح اتحاد السله، وكان في مثلا بعض الامور الاداريه في عقود نادي الزمالك، ولكن في الاخر ولما وقع معايا ما كانش وجود المشروع منتظر مطلوب، ولكن في الاخر يعني الموضوع خلاص بشكل محترم. وعلى فكره ده كلامي كان مستمر مع المشروع منتظر منصور في الجزئيه دي، قلت له راح نادي الزمالك انا هقول لك مبروك، راح نادي الاتحاد يعني خلاص يعني ده نصيب نادي الاتحاد، وخلص الموضوع بطريقه شيك والموضوع اتنسى. ولكن في الاخر حتى موضوع مروان عطيه حضرتك بتقول غليت في طلباتك، انا على فكره لم اتحدث في امور ماليه خالص بالنسبه لمروان عطيه، انا بس اللي طلبته ان مروان عطيه انا شايفه ان هو لعيب واعد، لعيب منتخب مصر ممكن يدي جديد نادي الاتحاد. حتى الناس لما بتقابلني في الشارع او بعض الجماهير، واحد جاي قال لي كلمه انا عجباني يعني، قال له ريحه نادي الاتحاد موجوده في مروان عطيه. فاكيد هيكون لاعب مميز، ولكن انا يعني ما طلبتش ولا غليت فيه اطلاقا، ولكن انا حبيت ان ابقي عليه زي ما ميسي جاله عقد من النادي الاهلي وابقيت عليه. علما الطبيعي ان النادي اللي بيشتري لازم يبيع. فانا ما بعتش يا مهيب. طبعا. واضح. فالموضوع بالنسبه لي يعني عبء مالي غير عادي عليا وعلى مجلس الاداره بالكامل، وعبء كبير جدا، ولكن في الاخر انت بتحاول تعمل ما في وسعك تسعد جماهير نادي الاتحاد باللي انت بتعمله، وجماهير نادي الاتحاد انا لما بشوفها مبسوطه وبشوفها انها سعيده، وهم تملي بيقفوا في ازمات نادي الاتحاد السكندري، فجماهير مخلصه جدا لناديها ومحبه لناديها وعاشقه لناديها. فانا يعني انا شايف ان انا لما اقف جنب جماهير نادي الاتحاد ونادي الاتحاد ده وضع طبيعي لواحد سكندري عاشق اسكندريه وعاشق نادي الاتحاد. طيب حضرتك معانا حاج محمد؟ معايا يا كابتن. طيب هل ميسي كان المفاوضات من نادي الاهلي فقط، ولا كان نادي الزمالك ايضا عايز ميسي؟ لا، هو اللي حصل ان يعني ميسي لما بقى في معسكر منتخب مصر يعني حصل حوار بيني وبينه، واتصل بيا انه جاي له عرض من النادي الاهلي، وفي نفس الوقت جاله عرض من بنك الاهلي وفيوتشر، ولكن انا يعني ابقيت عليه وحبيت ان هو يتواجد في المرحله الجايه مع نادي الاتحاد. بصراحه الولد ما اتاخرش يعني، وانا قلت له لا انا محتاج اعلن فيها السنه دي. انت على فكره اللعيبه دي مروان عطيه فاضل له 3 4 سنين في نادي الاتحاد، احمد عادل ميسي فاضل له سنتين ثلاثه في نادي الاتحاد، فاللعيبه دي متواجده معانا الفترات اللي جايه،